وتعليقا على الموضوع يقول المحلل السياسي محمد بودن إن الأمر يتعلق بجرائم خطيرة يبدو أنها أصبحت ممنهجة ضد سكان مخيمات تندوف التي تنعدم فيها شروط الكرامة وضمانات حقوق الإنسان في غياب أي مساءلة دولية لتصرفات الجيش الجزائري في المنطقة. جرائم خطيرة ويظهر بأنها أصبحت ممنهجة تلك التي تتعرض لها طبعا ساكنة مخيمات تندوف، ويبدو بأن طبعا أو يتأكد بأن مخيمات تندوف تحولت إلى سجن كبير لأجل غير مسمى، بل جحيم على الأرض، لأنه بطبيعة الحال يتم تجريد الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من كل الوسائل للحصول على الدعم والمساعدة والاستغاثة. فبطبيعة الحال ساكنة مخيمات تندوف تجد نفسها كل يوم أمام تفاقم يعني القيود الشديدة والمخاطر على حياة يعني حياة المحتجزين، وطبعا التهديدات التي تطال أرواحهم وأرواح أبنائهم باستمرار. لا شك بأن الجميع يعلم أن مخيمات تندوف تنعدم فيها شروط العزة والكرامة كما يحلو لهم أن يصفوا الوضع المأساوي، لأنه هناك خطورة في الوضع الأمني وكذلك الإجراءات الديموغرافية غير المشروعة التي تقوم بها الدولة المحتضنة، وأيضا ما يواجهه المحتجزون في مخيمات تندوف المشتتة في الصحراء الخالية من الظروف المناخية الصعبة في الصيف والشتاء لمدة 46 سنة.